الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس اللي فات تعرفنا على لي مويان دو ترونسبور وقلنا ان بارمي لي مويان دو ترونسبور كاين هنا بروسيسوس كليون هو اللي غادي يركزوا عليه الكلام في وسط هاد الفورماسيون وغنهضروا عليه في هاد الدرس هذا شويه. الوغ بروسيسوس كليون قلنا هو سي تا مويان دو ترونسبور وفين كاين؟ كاين مع اوراكل كليون. طيب الوغ اوراكل كليون اش كيدير فاش كان بيت كونيكت انا لواحد لا ماشين اوراكل كليون كي ديكلونشي انا كندير كونيكسيون ما كنعرفش اش كيوقع داير ماشي ما كنعرفش عفوا ولكن زعما كندير كونيكت صافي ولكن حنا دابا غنشوف اش كيوقع داير بالضبط. اوراكل كليون اش كيدير كي ديكلونشي لاحظوا معايا كي ديكلونشي بروسيسوس كليون فاش كنقولوا كي ديكلونشي بروسيسوس كليون بحال قلنا كي ديماري الطوموبيل وكي اكسيري يعني كي ديماري كي ديكلونشي البروسيسوس كليون يعني بحال كي ديماري في الطريق كيبقى غادي يعني كيقول البروسيسوس كليون سير هز ليا الباكي وصلو. الوغ لو بروسيسوس كليون سي تا مويان دو ترونسبور هادي خصنا نعرفو النقطه الاولى. هاد البروسيسوس كليون اش كيدير صافي يعني ديكلونشي اوراكل كليون كيدوز هو ليطاب الثانيه اللي كيدير اش كيدير كي غوشيرشي على لا ماشين. اذا السؤال رقم واحد شكون اللي كيغوشيرشي على لا ماشين في الريزون يعني سوا ريزون انترن او لا سوا ريزون في الانترنت او لا ريزون اكسترن شكون هو لو بروسيسوس كليون. هاد لو بروسيسوس كليون كيبقى تيقلب على ديك لا ماشين كيقلب عليها كيقلب عليها حتى كيلقى وكيف قلنا عطينا داك ليكزومبل تاعنا فاش اوراكل كليون كيديمار هذيك الطوموبيل كتبقى غادي هذيك الطوموبيل كتقلب على لاطيس الرباط حتى كتلقى اولا لاطيس تاع الدار اكزاكتومون. طيب حنا قلنا حنا لقينا لا ماشين تيقلب في لي ريزو كاملين ديسبونيبل لقى لا ماشين على الخدمه الاولى كيقلب لي على لا ماشين يعني ثم الخدمه الثانيه ديك لا ماشين هو اللي كيقلب على البور. لاحظوا معايا مزيان شكون اللي كيقلب على البور؟ اوراكل كليون هو اللي كيمشي كيهز ديك لا ماشين كنعطيوه هنا مع في الباكي راه لاحظوا معايا مزيان راه اوراكل كليون راه قبل ما يبدا التقلاب راه هز معاه الباكي اولا الباكيج. هاد الباكيج اش كاين فيه؟ كاين فيه اوراكل كاين فيه ادريس اي بي وكاين فيه لوبور لقى ادريس اي بي كيهز داك البور كيمشي يقلب ديك لا ماشين حنت لا ماشين هي سو فورم دي بور فيها هاد لوبور هاد لوبور هاد لوبور هو كي اسكاني كل اولا كي اناليزي كاع لي بور اللي كاينين كيمشي كيقلب على لوبور اللي هز معاه في وسط الباكيج. لاحظوا معايا جد مهم اون فوا كيلقى البور كيحبس صافي اون فوا كيلقى البور كيحبس. طيب دابا حتى لهنا اللي خصنا نفهم الوغ اونتر بارونتيز شكون اللي كيديكلونشي اوراكل شكون اللي كيديكلونشي بروسيسوس كليون كيديكلونشي اوراكل كليون هنا باش ما تخربقوش فاش كنقول اوراكل كليون راه هو لانستان اللي كيكون مأثر في وسط لا ماشين او بروسيسوس كليون هو المويان دو ترونسبور. الوغ قلنا صافي كيمشي لقى لا ماشين مزيان لقى البور كيوقف لاحظوا معايا اون فوا كيلقى البور كيلقى واحد السيد واقف قدام الباب حدا داك البور هاد البور هو باب واقف قدام داك البور شكون هو هاد السيد هو لي سناغ هو لي سناغ الو هاد لي سناغ اللي واقف قدام الباب هو اللي كيستلم بحال قلنا كيهز البرا من عند بروسيسوس كليون بروسيسوس كليون كيلقى لي سناغ واقف في البور قدام الباب كيعطي البرا تقادر خدمته صافي كيعطي البرا كيخلي لو لي سناغ كيكمل الخدمه تاعته. لو لي سناغ اش كيدير كيهز البروسيسوس كيهز عفوا الباكيج كيهزو من عند البروسيسوس كليون كيبقى كيحلو كيحل البرا تاعتو كيشوف اشنو هما لي زانفورماسيون. الوغ لي اشنو هما لي شوز لي كيدير هاد لي سنار هاد لي سنار هز البرا من البروسيسوس كليون حلها لقى فيها لادريس اي بي الى اخره تاع كيهز اشنو هي لافورماسيون كتهمو لقى فيها البور راه هو راسو مزيان كيمشي ديريكتومون كيفتح البور يعني كيحل الباب كيحل الباب اون فوا كيحل الباب كيبقى كيسمع كيبقى كيتصنت على اشنو هما لي روكيت لي جايين. الوغ هادي بوان الاولى كيفتح لو بور ثانية كيبقى كيتصنت ثم هذاك الباكيج اولا داك البرا اللي جاي بيه بروسيس كليون كيفي داك الاس اي دي كيهز داك الاس اي دي وهذا برا هاد لو بور لاحظوا معايا مزيان هاد لي سنار قلنا هو الحارس ديال الباب هو اللي قاعد في الاول تاع اوراكل سيرفر كيهز داك الاس اي دي وكيمشي كيقلب كيخلي كيمشي كيقلب واش كاين شي واش كاين شي هاد باز دو دوني فريمون كاينه ولا لا. الوغ السؤال اللي كيطرح نفسه افترضوا معايا مثلا لي سنان ما لقاش ديك باز دو دوني اش كيدير كيريفيوزي لا كونيكسيون ديريكتومون كيريفيوزو لا كونيكسيون
يعني كترجع واحد الغوت واحد الميساج ديالو كيرجع لمن البروسيس كليون كيهز داك الميساج ديالو وكيصيفطو لاوراكل كليون كيكمل خدمته. بار كونتر لقاها صافي كيقول اوكي وكي اكزيكوتي كيدوز تريغمون يعني كيخلي لا روكيت شخص اخر كيدوزها غنشوفها من بعد. الوغ اذا كان خلاصه عامه اشنا هو لو رول ديال ليسنر؟ هو اللي كي اسيوري لاحظوا معايا مزيان لي كونيكسيون ا ديستانس. لي كونيكسيون ا ديستانس ركزوا معايا مزيان في هذا لو بوين. الا كنهضر على ليسنر كنهضر على كونيكسيون ا ديستانس. ما كانش كونيكسيون ا ديستانس ما كاينش ليسنر. الوغ طيب دابا كملوا معايا القصه مزيان. داك هز لقى مشى قلب حل ديك البرا لقى فيها اس اي دي مشى قلب لقى باز دو دوني كاينه. ليسنر كيعطي اوكي البروسيس كليون تيقول ليه راه بروس تيقول بروسيس كليون راه هاد لا باز دو دوني فريمون كاينه. الوغ اش كيدير بروسيس كليون من بعد؟ كيدوزو لايطاب اخرى اللي هي كيكري واحد ان تونيل دو كومونيكاسيون. كيكري ان تونيل دو كومونيكاسيون. شكون اللي كيكري هذا تونيل دو كومونيكاسيون؟ كيكريه بروسيسوس كليون. بروسيسوس كليون وشحال مره كيكريه لوغ لا بروميير كونيكسيون. لا بروميير كونيكسيون اول كونيكسيون كيتكري. ركزوا معايا. اذا بروسيسوس كليون كي اشنا هي التونيل؟ بحال قلنا واحد النفق تاع لي كونيكسيون نفق بيناتهم بجوج. علاش كيكري هذا التونيل؟ باش الى جاي مره اخرى ما نبقاوش ندوزو في هذه الروينه كامله نبقاو نجيو فيريفي ليا واش باز دوني كاينه واش لا. صافي كتكري التونيل كيولي اي روكيت جايه من اي روكيت جايه من هذه الجهه صافي ماشي. لاحظوا معايا شكل قلت اي روكيت جايه من اوراكل سيرفر ما قلتش بروسيسوس كليون. صافي بروسيسوس كليون كي كري التونيل صافي كيوقف كيبقى كيتشومي كيتسنى ماشي شغل هو خصو اخر ايطاب كيتير هي كيكري تونيل. اذا نوت عامه لو تونيل شكون اللي كيكريه؟ بروسيسوس كليون. دونك لو بروسيسوس كليون كيخدم كيف قلت مره واحده. لو بروسيسوس كليون كيخدم مره واحده في لا كونيكسيون الاولانيه كيكري تونيل وكيفران. الوغ نتمنى تكون الفكره توضح. غندير واحد الريزومي عام على هادشي حن جد مهم. الوغ اول اكسيون كتوقع اوراكل كليون كيديكلونشي بروسيسوس كليون. بروسيسوس كليون اش كيدير؟ كيهز البرا نتاعتو اللي هو الباكيج فيه هذوك لي زانفورماسيون كيبقى كيقلب في الريزو كيدور في لي زادريس اي بي اللي كاينه في الريزو كاملين كيقلب حتى كيطيح على لادريس اي بي اللي بغا. لقى لا ماشين هاي اش كيدير؟ كيعاود يرجع للبرا ديالو كيقلب شنو هو لادريس لوبور. كيمشي في ديك لا ماشين كيقلب على داك لوبور كيقلب حتى كيلقى ها هو لقى لوبور. عرفت انا لوبور كنتعامل معاه نسيبوزو انه لوبور باغ ديفو اللي هو 15 21 بارفي. لقيت لوبور اش كندير؟ كنفراني صافي كيتقى خدمه البروسيس كليون طومبوريمون كيوقف كيعطي على لو ليسنر. اش كيدير ليسنر؟ هو اللي كيهز الباكيج من عند البروسيس كليون ديك البرا كيهزها وكيقرا فيها كيمشي كيقلب اشنو هما الحوايج اللي كيدير. اول حاجه كيحل لوبور كيحل الباب تيفتح الباب مزيان. اشني الحاجه الثانيه اللي كيدير؟ حنا دابا كنهضروا على ليسنر كيحل الباب. الحاجه الثانيه كيليكوت كيبقى كيتصنت واش كاين دي روكيت ولا لا. الحاجه هذه ثلاثه ماشي بالوردر حنا ما درناهمش ماشي بالوردر ولكن هادو هما لي طاش اللي كيدير. ثم اش كيدير؟ كيفيريفي الاس اي دي كيفيريفي واش ديك لا باز دوني كاين ولا لا. نفترضوا الا ما كانش كيرد ميساج ديالو الا كانت كيمشي للبروسيس كليون كيقول ليه مزيان راه تحتي على الدار اللي بغيتي ودوك لي زانفورماسيون كاملين كاينين. البروسيس كليون اللي كيعطيها لي ليستنر اوكي كيكري تونيل بين هاد لا ماشين هاد لا ماشين. داك التونيل قلنا هو النفق اللي فيه دوك لي زانفورماسيون كاملين. وهاد التونيل كيتكري مره واحده وسطروا عليها مزيان حيت غتعاوننا هاد لافورماسيون باش نفهموا بعض لي بروسيسوس اخرين اش كيديروا. كيكري هاد التونيل مره واحده وكي يفراني من الخدمه تاعو. نتمنى تكون الفكره واضحه وهاد الدرس جد 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 مهم وغادي يفهمنا وغادي يمكننا باش نفهموا داكشي اللي كيوقع من بعد. نتمنى يكون هادشي واضح ونكتفي بهذا القدر هذا حتى الدرس اخر ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.